لكم عن جديد. طبعا مع بداية دخول الصيف دائما نحن بنبحث عن أنشطة صيفية تخلينا طبعا نعبي أوقات فراغنا، وخصوصا بعد انتهاء المدارس. بالبداية كان الأمر مقتصر على الأطفال وطلاب المدارس، اليوم أكيد كمان الكبار بفترة العطلة بيبحثوا عن أنشطة لتعبي وقتهم وحتى تفيد أجسامهم، وخاصة يعني أنواع مختلفة من الرياضات، وخصوصا هي رياضة السباحة. لحتى طبعا نحكي عن تفاصيل بهي الرياضة وأهميتها ومرونتها للعضلات وتحسين أيضا صحة القلب والرئتين وغيرها، رح يكون معنا عبر الاتصال الهاتفي الكوتش أحمد زيدان، مدرب سباحة ومسؤول الإنقاذ المائي والإسعافات الأولية في اللاذقية. تحية لك كوتش أحمد. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، وصباح الخير، صباح السباحة، صباح النشاط والحيوية. أهلا وسهلا فيك كوتش أحمد. دايما عنا شغف نعرف كل شيء جديد اليوم بأي مهنة أو بأي موهبة، فاليوم خلينا نتعرف من حضرتك على جديد اليوم بعالم التدريب والسباحة. طبعا دائما كل يوم عنا شيء جديد بعالم الرياضة بشكل عام وعالم السباحة بشكل خاص. والسباحة مثل ما ذكرت فوائدها كتير كبيرة للصغار للكبار، بنمو الجسم، نمو العضلات، تصحيح العمود الفقري، تصحيح العظام، النمو السليم للجسم بالنسبة للأطفال، وتصحيح الأخطاء اللي نحن طبعا أكيد الأخطاء العمود الفقري، أمراض الجنف والرقبة، كلها هي بتساعد السباحة كتير بتساعد بموضوع تصحيح القصص وسلامة الجهاز العظمي وتقوية الجهاز العضلي للجسم. تمام. هلا نحن اليوم كنا عم نذكر بالمقدمه كان الامر فعلا انه مقتصر بالدورات التدريبيه على الاطفال، لكن ذكرت ايضا توجهتهم للكبار وخاصه بفتره الصيف لاهميه طبعا السباحه بالنسبه ل يعني مرونه الجسم وايضا صحه الجسم. خلينا نحكي عن اهميه هاي الدورات التدريبات الخاصه للكبار، الاعمار اللي توجهتوا لها ضمن دوراتكم ايضا. هلا نحن بمدرسه السباحه بالجروبات بنستقبل اعمار من 3 سنوات ل 16 سنه، طبعا بينفرزوا حسب العمر حسب المستوى، وبيكون في مجموعات، كل مدرب بيكون معه تقريبا، اذا كانت اعمار صغيره بيكون معه 5 اطفال، الاعمار الكبيره بيكون مدربين على 12 طفل تقريبا. وعنا هالصيف صاير عنا اندفاع كبير من الأعمار الكبيرة اللي ما بيعرفوا يسبحوا للأسف، وهن بمحافظة اللاذقية وما بيعرفوا يسبحوا، بس صاير في وعي كتير كبير لموضوع تعليم السباحة وأنه يتعلموا مهارات السباحة بأصولها. وبالنسبة للصغار كمان صاير عنا وعي كتير كبير من الأهالي بإني نحن لحد مثلا نحن اليوم سكرنا التسجيل بالعدد اللي صار عنا، وبدنا نفتح دورة جديدة ببداية شهر 7، فهذا الوعي كتير يعني عطى صدى إيجابي بين الأهالي لتعليم أولادهم السباحة والتدريب، والوعي كتير كبير بالنسبة لهالموضوع. فوائد السباحة صار أغلب الأهالي بيعرفوا فوائد السباحة، لأنه هو الصيف معناته سباحة، بنكسب مناعة الشمس والقوة اللي بيكسبوها الأطفال برياضة السباحة ومهارات المتنوعة، وخاصة ان هي بتقوي الرئتين، بتقوي عضلة القلب، وبنرجع بنعيد ان هي بتصحح العمود الفقري وبتقوي العضلات. تمام. خلينا نعرف من حضرتك ايضا كوتش، يعني اليوم قديش بيختلف التدريب من شخص لاخر، من عمر لاخر، من جسد لاخر، وايضا من حدا سوي لحدا ممكن يكون عنده ذوي احتياجات خاصة. طبعا نحن عندنا مجموعات تدريب لاطفال الداون والتوحد، طبعا اللي آخر الدراسات أثبتت أن السباحة هي رقم واحد بالنسبة لموضوع تصحيح السلوك وتنظيم مهاراتهم بشكل مختلفة لأطفال الداون وأطفال التوحد. نحن بنفرز الأطفال حسب الأعمار حسب المستويات، بيجي عنا أطفال مستوياتهم بتكون جيدة، في أطفال بيكون مستوياتهم مبتدئة، فنحن بنشتغل على هالاساس وبننمي لهم المهارات بالتعامل مع الوسط المائي وكسر حاجز الخوف بالنسبه للاعمار الصغيره، حتى الاعمار الكبيره بيكون عندهم حاجز خوف، كمان بنشتغل على كسر حاجز الخوف، وبيكون عندنا النتائج عم تكون كتير جيده وكتير ممتازه، والمهارات المتنوعه والمختلفه
للسباحة بأنواع الأربعة، وبالنسبة لموضوع الغوص وبالنسبة لموضوع القفز بالماء، كله هذا عم يكون ممتاز وجيد، واستيعاب الأطفال بيكون عم يكون كثير كبير. بالنسبة لأطفال الداون والتوحد عم يكون على المدى الطويل، عم نشتغل معهم على المدى الطويل وبتعليم مهارات السباحة، وكمان عم يكون في تجاوب كبير من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إن كان إعاقات جسدية، إن كان إعاقات عقلية، شلل دماغي، كله عم تكون نتائجه كتير كبيرة مع السباحة بالنسبة لتصحيح السلوك عنده. نعم كوتش، حضرتك أيضا يعني مدرب سباحة ومسؤول للإنقاذ المائي والإسعافات الأولية، يعني خلينا نحكي عن المواصفات التي يجب أن تتوافر في المنقذ المائي. أول شيء التمكن من السباحة، يعني قوة البدنية، مهارات السباحة، التعامل مع الوسط المائي، قوة الشخصية، إدراك المحيط الحوالي بالنسبة لموضوع السباحة والمكان اللي هو متواجد فيه المنقذ، بالنسبة لاكتشاف أي أخطاء ممكن تكون بالمسبح أو البحر، يقدر يتعامل معها بشكل صحيح وبشكل إيجابي. تمام. طيب كلمة أخيرة لحضرتك كوتش اليوم لكل الأعمار يلي عم تتابعنا، وأيضا يعني عندها خوف من المي، من السباحة، خصوصا الأعمار الكبيرة. هلا نحن بنوجه رسالة للكل، إني مع بس يكون المدرب متمرس ومتمكن موضوع التدريب والسباحة، فأكيد رح يكسر حاجز الخوف بالنسبة للأطفال، بالنسبة للكبار الأعمار الكبيرة، ورح يتعلموا السباحة بأصولها، وهذا ضروري كثير، يعني ضروري كثير الأطفال والكبار يتعلموا السباحة، لأني مشان تدارك الأخطار السباحة بالبحر إن كان بالمسابح، ومنوجه رسالة للكل أني أبدا ما يكون في خوف، تعلموا السباحة وأكيد رح يكون فائدة كثير كبيرة بالنسبة لهم، ورح يحسوا بالفرق وقت بيتعلموا السباحة على أصولها. أكيد نحن بدنا نتمنى كل التوفيق لإلك ولا طبعا لكل حدا حابب اليوم يدخل بمجال السباحة، اللي هي فعلا مثل ما ذكرت كتير إلى أهمية وفائدة رياضية وصحية للجسم. يعطيك العافية وشكرا لك. شكرا لاهتمامكم الدائم برياضة السباحة، وشكرا كتير لكم، ويعطيكم ألف عافية. يعافي قلبك يا رب. شكرا كتير لك كوتش أحمد. أهلا وسهلا فيك. شكرا.